عمري الله يرحمه كان إنسان خلوق وكان إنسان طيب، كان عرفوه شخصيا، وش هتقول لك كانت مفاجأة لجميع المغاربة في جميع ربوع المملكة. وكان واحد السيد اللي كيهضر على الحق، كيهضر على كيوصل المعلومة بالدارجة العامية للناس باش تفهم وباش تعرف اشنو واقع وشنو خاصو يدار وشنو خاصو يدار. والله يرحمه في هذا النهار تاع اليوم، والله يوسع عليه وسائر موتى المسلمين. الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، بقى فينا بزاف، رجل مخير، رجل مخير بزاف، ما كاينش كاع بحالو، بقى انسان طيب خلوق، اللهم اغفر لنا وله، الله يرحمه برحمه واسعه. كان جندي مجند من منذ بدايه كورونا، يعني ما ادخر حتى شي جهد الله يرحمه في توعيه الناس، وكان الكل كان كيشوف الحرقه اللي كان كيتكلم بها على مصلحه ولاد بلاده، ولا على مصلحه يعني البشريه كامله، يعني عبر على واحد الحس حضاري كبير، وواحد المستوى يعني انساني وثقافي كبير. الله يرحمه ونعمه برحمه ومغفره، والله يكثر من امثاله. الاخ ديالنا عمري راه كبر معنا هنا من ايام الدوزيم، لي الله بدا الدوزيم صديقنا وحبيبنا، وبقى فينا وتأثر فينا، ما قدرناش ما سقيناش فيه، ولكن الاجل الموت علينا كاملين، والله يغفر ليه والله يرحمه ويتيسى عليه في هذا النهار هذا.